التاجر والقط. كان يا ما كان، كان في تاجر بسيط وكان عنده مرة حلوة. قضوا وقت طويل بدون ما يكون عندهن ولد. بعد فترة حبلت المرة وانبسط التاجر البسيط وفرح وتمنى يكون البطن ذكر، وقال لمرته: بتمنى يكون ولد بيحملني وقت ختير، رح نقيله أحسن الأسماء ودرسه وعلمه وجبله أحسن المعلمين. قالت له المرأة: على شو مستعجل وانت بتحكي عن شي ما بتعرف رح يصير أو لا؟ يلي بيستعجل بيصير فيه مثل ما صار بالعامل يلي دلق السمن والعسل على راسه. قالها جوزها: وكيف هيك؟ قالت له: كان في عامل يشتغل عن تاجر، وكان التاجر يعطي هالعامل كل فترة شوية سمن وعسل. هالعامل كان ياخد السمن والعسل ياكل منهن شوي ويحط الباقي بجرة معلقة بزاوية البيت، لحتى إجا يوم وتعبت الجرة. هالعامل كان متسطح بيوم من الأيام والعكازة بإيده والجرة فوق راسه. فكر بأسعار السمن والعسل وقال لحاله: رح بيع هالجرة بمئة ليرة وبشتري فيهن خمس عنزات بيحبلوا وبيلدوا كل خمس شهور، وبعد سنتين رح بيع كل العنزات وبشتري بدالهن بقر وبشتري أرض وبستأجر تور مشان أحرث الأرض وإزرعها وبيع اللبن والحليب والبذور، وبعد خمس سنين بيصير عندي مصاري كتير وبعمر بيت وبشتري عبيد وبتجوز مرة حلوة بتحبل وبتجيب لي ولد. رح نقيله أحسن الأسماء وربيه وعلمه، وإذا شي يوم ما طاوعني رح أدبه وأضربه بالعكازة هيك. العامل ضرب الجرة يلي فوق راسه وكسرها ودلق السمن والعسل على راسه. أنا حكيت لك هالقصة مشان ما تستعجل وتحكي عن شي قبل أوانه، قالت المرأة. بعد فترة ولدت مرت التاجر ولد حلو كتير، انبسط أبوه فيه. وبعد كم يوم راحت المرأة تتحمم وتركت جوزها والولد سوا عم يلعبوا. فجأة دق رسول الملك على الباب يطلب التاجر، والتاجر ما لقى حدا يتركه بالبيت مشان يدير باله على الولد غير القط تبعهن يلي بيعتبره مثل ابنه. راح التاجر وترك القط والولد سوا. طلع من بين حجار البيت حية سودة وقربت من الولد. قام القط نط على الحية وقطعها بسنانه وتعبى تم القط دم. رجع التاجر بعد كم ساعة على البيت وشاف وش القط معبى دم. طار مخ التاجر من محله وفكر انه القط قتل ابنه. ما استنى يتأكد شو صار ومن وين اجى الدم، قام ضرب القط على راسه ومات القط بأرضه. فات التاجر على البيت وشاف ابنه سليم وجنبه حية سودة مقطعة. لطم التاجر على راسه وندم على عملته وقال: يا ريت ما إجاني ولد وما غدرت بهالمخلوق المسكين. شافت المرة جوزها وحكالها شو عمل وكيف كافأ المخلوق المسكين، وعرف شو نتيجة السرعة والحكم على شي قبل ما يتأكد من القصة كاملة.